السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. تبعوا معايا البنات هذا الكلاص اللي غادي نحضر لكم، جدا رائع واقتصادي وسهل جدا في متناول الجميع. نتمنى يعجبكم ونتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الاخر. شفتوا البنات لا كريم ديالي طلعت مزيان، واللي ما طلعتش لو دغيا يدير الحليب بارد ولا يدير سوبيرا فيها الماء بارد ويخدم بالباتور باش دغيا يطلع له لا كريم بالزربه كاع ما تعطلو. غادي نزيد عليها دابا فلون او شوكولا. نوريكم البنات فلون الباكية الكبيرة غادي نزيد البنات اوريو ولا اي بيمو اخر، المهم اوريو راكم عارفين كيجي الد باكية ديال اوريو. غادي نفرتشو غير شوية وغادي نخلط كلشي. تاليهم معلقة ديال نوتيلا، اللي ما عندوش نوتيلا يدير شوكولات دايب. المهم معلقة هو الخليط ديالي البنات ديال الكلاص ديالي. هنايا درت شويه ديال اوريو قطعته عشوائي ودرته في هاد البلاستيك هكا، درت بلاستيك عليه. المهم في الاول غنوريكم راه هادي ديال الانوكس، المول ديال الانوكس، ما ديروش الزاج الزاج راكم عارفين غادي تهرس لكم مع الفريغو ملي غيكون يتكونجلا ولا يبرد لكم غيتهرس. المهم ديروا شي حاجه ديال الانوكس وباش تساعدكم حتى في البروديه، راكم عارفين الانوكس كيساعد في البروده كيشد البروده. المهم خديت المول ديالي ودرت عليه بلاستيكه ودرت شويه ديال الاوريو هكا قد مهرس عشوائي، وغادي نبدا نحط عليه الخليط لا كريم ديالي. هاليا البنات في المول، ما تنساوش خبطوه يعني ضربوه مع البلون ديالكم باش ما يبقاوش دوك الهواء باش كامل يعمر من الداخل كيف ما شفتوا. وغادي تغطيوه بالبلاستيك من الفوق. من الاحسن البنات تخليوه ليله كامله، عاد غادي ديروا له الديكور وتاكلوه بصحه.
بالصحه والراحه. المهم البنات انا غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو، فاصل ونواصل.